There's our balloon. We're up now. 182.5. Oh, well picked it. It was small, but it was there. So a teeth bump, this kind of thing. Bouncy on his chest now. In second place, from Norway, Anders Grotbo. السلام عليكم. سعيد جدا بهذا الانجاز العالمي. تحصلنا على بوديوم في بطوله العالم، البطوله الاقوى والاضخم في تاريخ رياضه القوه البدنيه، اللي كانت في الولايات المتحده الامريكيه وعرفت مشاركه ازيد من ألف مشارك من 54 دوله. والحمد لله حققنا البوديوم الثالث في المسيرة ديالنا في بطولة العالم المرة الثالثة على التوالي. إذن أكبر الصعوبات اللي عرفت في هذه المشاركة هي التحضيرات، كانت جد متأخرة بسبب الإصابة، كان 10 أشهر من التوقف، وباش ناخذ الضوء الأخضر من الطاقم الطبي والتقني كان هناك صعوبات حتى لآخر لحظة، حيث شافوني مقرر المشاركة قالوا لي شاركوا في الظلة. كنت الممثل الوحيد للمملكة المغربية. كانوا أقوى الاختصاصيين في هذه الرياضة من 54 دولة في العالم. كانت مشاركة الأقوى من الدولة الأمريكية ومن الكندية، ومن يعني كان أكثر من 1000 مشارك. القيمة ديال البطولة كانت كبيرة، عليها المشاركة كانت مكثفة هذه السنة هذه. وانا سعيد جدا انك تربح بعض الامريكيين اللي جاوا معاك في الكاتيجوري ديالك، اللي هما ما كاين لا معاناه سفر لا حتى شي حاجه، هو في البلاد ديالو مرتاح وانت تجيك قبل منه، فهذا الشيء افتخر به. الشيء اللي خلاني نزعم زعما يعطاني العزيمه والكوراج باش ناخذ ميداليه، الشيء الاول هو العائله ديالي، وهو تشريف العائلة ديالي وتشريف الوطن ديالي. وأكبر ربح هو هاد مي كنشوف العائلة والأصدقاء والصحفيين والمسؤولين في الاستقبال ديالي، فهذا الشيء كيخليني كنطمح دائما للأفضل. كانت حتى لآخر محاولة، قبل من آخر محاولة كنت مكلاسي شي الثامن، وفي آخر محاولة لأن كنا قرابين لبعضنا بزاف، واحد 6 ولا 7 ديال المشاركين كنا كاملين لاعبين على البوديوم، وفي اخر محاوله عاد قدرت نتحصل على الرتبه الثالثه، وكانت تقدر تكون الثانيه لان النرويجي خلاني حتى العرس عاد مشى بدل الرقم، لان كنت انا الثاني. هنا كاين الدور ديال المدرب، كيكون حاضر سور بلاس، خلاني العرس مشى بدل، حيت كون كان بدل قبل ما العرس انا كنت غنبدل باش نجيبو الثانيه. ولكن الحمد لله، رسالتي للشباب اللي عاد طالعين وباغيين كيطمحوا باش يربحوا باش يعملوا ان بالماريس، هو اول شيء هو الصبر، ويتعلموا واحد القضيه انه ما يتشكاوش. ملي كتعلم تشكا كترجع عندك الطاقه السلبيه، فهو الربح الاول هو الصحه ديالهم، واكيد غيجي الربح الثاني هو غيربحوا من الرياضه مع الوقت. في هاد الظروف الصعبه في 5 أسابيع من استعدادات استطعت نطلع البوديوم مره اخرى ونجيب الثالثه عالميا، هذا كيخليني نفكر في بطوله العالم القادمه، وغيكون الهدف هو الذهب ولا شيء غير الذهب ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.